فكرة اجتني ابداعية، انه رأيت بشاب، هذا الشاب اتصاب بالعدوان، اصابته بالعظمة الرأس، فتات، فمن خلال هاي فكرت انه يتأقلم بالجو في الصيف وفي الشتاء، كيف من خلال يمارس حياته الطبيعية. فاجتني هاي الفكرة الابداعية، انه هي عبارة عن قبعة ذكية الكترونية، في فصل الصيف بتستخدم للتبريد، وفصل الشتاء للتدفئة، ومن خلال أبليكيشن بيبدأ يستخدمه وتسهيل عملية الاستخدام، وهي مستدامة. وهاي القبعة ممكن يستفيد منها مش بس أشخاص فئة معينة، ممكن المرضى السرطان، ممكن المزارعين، ممكن الصحفية، المهندسين، كافة الفئات، الأطفال، كافة فئاتنا جميعا، للوطن والأبناء والخارج، في السودان، في أوروبا، في أي دولة ممكن تحتاجها، بتساعدهم، بتسهل عليهم عملية الاستعداد لحياتهم الطبيعية.